السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناتكم أبدع واستمتع. وفيديو جديد النهاردة بنستكمل مجموعة حلقات خفايا وأسرار الباوربوينت، وهنديكم مجموعة من النصائح والأسرار الجميلة اللي أعتقد هتكون مفيدة لعدد كبير منكم واللي ممكن تكون جديدة عليكم كمان. النهاردة هنتكلم في أول حاجة عن السمارت شيب، ومش السمارت شيب اللي احنا بنعملها عن طريق الانسيرت. لما بتروح انسيرت بتدوس على سمارت ارت مثلا وتقدر تختار الشكل اللي انت عايزه، مش ده اللي احنا نقصده. اللي نقصده ازاي احول نص الى سمارت شيب، وديت بطريقة جميلة جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي. زي ما انتم شايفين النص عندي ان هو مقسم الى جزئين. الجزء الاولاني ادي هيدلاين يعني عنوان، وتحتي مجموعة من العناصر، وهنا برضو عنوان وتحتي مجموعة من العناصر. طيب عشان اعمل سمارت شيب للشكل دوت، اولا انا عشان نعمل مقارنه ما بين الشكل القديم والشكل الجديد، هقف هنا على السلايد واعمل رايت كليك واعمل دوبليكيت. تمام، خلاص عشان نشوف الشكل الجديد هيتغير ازاي. هنقف هنا اهوت وهنروح على هوم، ومن الهوم هنمشي كده لحد ما نروح نقف على هنا الشكل دوت اللي مكتوب عليه convert to smart art graphic، يعني انا احول التكست اللي قدامي الى سمارت جرافيك. ازاي؟ هندوس هنا اهوت عليه، هيظهر لك هنا مجموعه من الاشكال لما تتحرك فيها زي ما انت شايف بشكل تلقائي جميل جدا. هتلاقيه حدد لوحده العنوان والعناصر اللي مكتوبه تحتيه. بص لما تنقل على اللي بعدها نفس الشيء، اهو لوحده بيتنقل وبيعمل لك اشكال جميله جدا حسب التنسيق بتاعك، وكانه هو فاهم بالظبط انت تقصد ايه. يعني لما ندوس هنا اوكي، او زي ما انت شايف ادي العنصرين الاساسيين اللي احنا قلنا عليهم. تمام، وتحتيه مجموعه من العناصر الثانويه له. طبعا الشكل الاساسي اهو. تمام، وادي الشكل بعد ما حولناه الى سمارت جرافيك. زي ما انتم شايفين طبعا الشكل اصبح جميل جدا وافضل بكتير من الاول. يبقى دي اول جزئيه اتكلمنا عنها، هو ازاي احول اي نص قدامي الى سمارت جرافيك عن طريق ان انا بروح للخيار ده وبختار الشكل اللي يناسبني. طيب تاني جزئيه عندنا النهارده هي السمارت زوم. السمارت زوم يعني انا دلوقتي عندي برزنتيشن في مجموعه كبيره من السلايد زي ما انتم شايفين، اقدر اعمل سلايد واحده تضم كل السلايدز دولت، او تعمل زي سامري او ملخص او موجز لجميع السلايدز. عشان اعمل الملخص او الموجز لدوت هروح على قائمه انسيرت، وجوه قائمه انسيرت هندوس على حاجه اسمها زوم، وجوه الزوم هنختار اول خيار تحت هو سامري زوم. لما ندوس على سامري زوم هنا هيظهر لك خيار جميل جدا بيقول لك عايز تعمل السلايد زوم تختار فيها ايه من السلايدز. يعني هنختار مثلا اول اربع او خمس سلايدز، تمام، ونشيل الباقيين، تمام، ونقول انسرت. هتلاحظ ايه هنا في اول سلايدز، هعمل لنا سلايد جديده خالص سماه سمارت سيكشن. تمام، وده اللي فيه سمارت زوم. لما نيجي ندوس على البرزنتيشن ونعمل استعراض البرزنتيشن هنشوف الشكل اللي هيظهر لنا زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين ادي اظهر لنا السلايدز اللي انا اخترتهم عشان اعمل منهم السمري بتاعي او الملخص بتاعي. الجميل كمان ان انا لما بدوس هلاقيه بيعمل زوم على كل سلايدز، وبعدين لما تخلص يعمل زوم على السلايدز اللي بعدها. زي ما نشوف كده اهو، اهو ادي اول سلايدز، تكه كمان تاني سلايدز، وبعدين هكذا مع باقي السلايدز. كده يبقى انا عملت سلايد واحده او شريحه واحده بقدر استخدمها كملخص او موجز لكل الشرائح او كل البرزنتيشن اللي عندي. الحاجه الكمان اللي معايا النهارده هو ازاي اعمل سكرين شوت جميل، واقدر اخد اي صوره عندي في البرزنتيشن واسجلها عندي على الجهاز. عشان اقدر اعمل دوت هنروح على الخيار بتاع سكرين شوت، ومن جوه السكرين شوت هنزل تحت على حاجه اسمها سكرين كليبنج. لما بندوس على السكرين كليبنج، تمام، هيروح لي على الجهاز ان هو تقدر تعمل سكرين شوت للجزئيه اللي انت واقف عليها. طبعا هنا جايب لي الوندر شير فورمورا، البرنامج اللي انا بعمل بيه سكرين ريكورد. تمام، هنفترض ان هنا انا موجود العنصر اللي انا عايز اعمل عليه
سكرين شوت، ادي اهو خدوا على طول سكرين شوت. تمام، تقدر تعمل نفس الشيء طبعا عن طريق ان انت تاخد سكرين شوت لاي صوره موجوده عندك هنا على البرزنتيشن بتاعك. بعد ما بتقف على الصوره تقدر تعمل عليها رايت كليك، تمام، وتقدر تسجلها عندك على الجهاز اهو، تعمل سيف از بيكتشر. تمام، تقدر تسجل الصوره ديت عندك على الجهاز بتاعك، او تقدر تاخدها كات مثلا وتروح تحت هنا وتعمل لها برزنتيشن جديد اهو، اد نيو، وتقدر تعمل بيست. خلاص كده وحطيت الصوره الجديده بتاعتي وعملت بيها سلايد جديد. الحاجه كمان اللي هنتكلم عنها النهارده هو ازاي اعمل البوم للصور من الصور اللي موجوده اونلاين على الباوربوينت نفسه بدون ما احتاج لوجود الصور عندي على الجهاز. عشان طبعا نعمل البوم زي ما انتم عارفين بتروح على قائمه انسيرت وبتعمل الالبوم وتختار الصور هنا من عندك على الجهاز، ولكن النهارده اللي هوريه لكم الطريقه الجديده هو ان احنا نقدر نجيب الصور اونلاين ونعمل منها البوم سريع جدا وجميل كمان. عشان نقدر نجيب الصور اونلاين هنروح على بيكتشر، وجوه بيكتشر نروح على اونلاين بيكتشر. هنفترض ان احنا عايزين نعمل البوم لصور الحيوانات مثلا، فبنروح هنا ندوس على الانيمالز، تختار صور الحيوانات اللي انت عايزها. تمام، على سبيل المثال هناخد مثلا الست صور دولت ونعمل انسيرت او زي ما انتم شايفين حاطين لي الصور فوق بعضها. طيب عشان اعمل كل صوره في شريحه هنعمل نقف على الشريحه اللي عندنا ونعمل نيو سلايد. تمام، ناخد ديت كات ونقوم حاطينها هنا في السلايد، نكبرها على قد المساحة بتاعت السلايدز، ونروح على الصورة اللي بعدها برضو ناخدها كات ونقف هنا ونعمل نيو سلايد، وبعدين نعمل بيست. بعدين نكبرها نفس الشيء، وهنا نفس الكلام، ادي كات ونقف على الشريحة نيو سلايد وبيست. الموضوع بسيط جدا زي ما انتم شايفين، بتاخد كل صورة تحطها في شريحة جديدة، ادي نيو سلايد، ونروح نجيب الصورة دي كمان. احنا كنا واخدين ست صور بست شرائح عندنا اهو، وادي اخر صورة عندنا، ناخدها ونعمل نيو سلايد تحت، ادي سلايد جديدة وبيست، وبعدين نكبرها بقدر المساحة بتاعت السلايد عندي. كده خلاص عملت كل صورة في سلايد. عشان اعمل منهم البوم جميل هنختار اول حاجة الترانزيشن او اللي هي الانتقالات، نختار اي انتقال جميل يعجبنا. على سبيل المثال مثلا نختار مثلا الانتقال ده اهو، زي ما انتم شايفين شكله جميل. طيب عشان نطبق الانتقال، تمام، هنعمل apply to all، يبقى كده الانتقال هيتطبق على كل الشرائح. وهنا هنشيل علامة الماوس، تمام اهو، ونحط تحت هنا نختار افتر، وهنا نختار وليكن على سبيل المثال بعد 1% من الثانية مثلا. خلاص، وبرضو نعمل هنا apply to all. نعمل بقى استعراض البرزنتيشن ونشوف كده زي ما انتم شايفين، ادي الصورة الاولى على طول دخل في التانية، شكل جميل جدا زي ما شايفين. كده انا بعمل البوم لصور الحيوانات اللي انا جبتها اونلاين في مش هقول لك دقايق، في ثواني بسيطه جدا عملنا البوم وشكله جميل واحترافي جدا. طيب عشان اسجل الالبوم اللي عندي كفيديو هنروح على فايل وتحت اكسبورت، وجوه اكسبورت هنختار كرييت فيديو، هنعمل انشاء للفيديو. هنا هو هيجي لك خيارات الفيديو، عندك الفول اتش دي والالترا اتش دي، وعندك الاتش دي 720، وعندك الستاندرد. هنجرب الستاندرد عشان الوقت بتاعنا، تمام، ومش محتاج اني اختار اي حاجه تاني، خلاص احنا اخترنا ستاندرد. بعدين نعمل كرييت فيديو، تمام، نسمي هنا هو الفيديو مثلا انيمالز، تمام، ونعمل سيف. ثواني بسيطة والفيديو أصبح جاهز. نروح كده للديسكتوب ونشوف الفيديو اللي احنا عملناه، ادي اهوت، ادي الفيديو، تمام، أصبح عندي فيديو جميل جدا من ألبوم الصور اللي أنا جمعته من على الإنترنت للحيوانات اللي أنت تقدر تستخدم الطريقة ديت مثلا إن أنت تعمل ألبوم للصور
حيوانات لأبنائك أو لأطفالك، أو تعمل أي ألبوم تعليمي، أو حتى تعمل ألبوم لصورك أنت وأصدقائك في ثواني بسيطة جدا. تقدر كمان الحاجة الجميلة اللي ما قلناهاش، إن أنت تقدر كمان تضيف صوت لما هنا هو تخش على الساوند، هتلاقيه كاتب لك نوع ساوند، تقدر تختار أي ساوند إيفكت من اللي عندك هنا المؤثرات الصوتية، أو تقدر كمان تروح للأذر ساوند وتجيب أي ملف صوتي أنت عايز تركبه على الصور. لما تدوس هنا هو هتلاقيه بيفتح لك الجهاز بتاعك، تختار الملف الصوتي اللي أنت عايزه وتقول أوكي، بيمشي معاك لحد نهاية البرزنتيشن كخلفية صوتية. أرجو أن تكونوا استفدتم بشروحات النهاردة مع قناتكم قناة أبدأ واستمتع، يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.